يعتبر كبار السن والأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة من أكثر الفئة عرضة للإصابة بفيروس كورونا، لذا ينصح بالتزامهم بالبيوت وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى. ضمن إطار عملهم المجتمعي في الضفة الغربية وقطاع غزة، يقوم متطوعو الهلال الأحمر بتنظيم زيارات منزلية لهذه الفئة. تهدف هذه الزيارات إلى إجراء فحوصات سكري وضغط دم مجانية، الاطمئنان على صحة أفراد هذه الفئة وتأمين الأدوية اللازمة لهم، تقديم الدعم النفسي لهم، رفع مستوى الوعي الصحي، التوعية بالتغذية السليمة. خلال الفترة من آذار إلى حزيران 2020، استفاد نحو 26,117 شخصاً من الخدمات الصحية التي قدمت من قبل 300 متطوع ومتطوعة مدربين ومؤهلين في مجال الصحة المجتمعية.